داخل غرفة صغيرة بيملأها الشغف، الطموح ورسومات بتفوق كل التوقعات. بتجلس صبية بعمر 17 سنة وحواليها عجقة أقلام رصاص وألوان مختلفة لتشكل على مرسمها البسيط عالم فني خاص بيها. شزا الزنبا رافقها حب الرسم والأزياء من عمر صغير، فتحولت رسوماتها بإصرارها ومثابرتها الذاتية من خربشات بسيطة لسكيتشات أزياء غير مألوفة. أهلي من الصغر كانوا يعطوني ورقة وقلم وكتير يعني كتير أرسم شخبط ويحاولوا يطلعوا لي أشكال من الشخبطة. بعدين بصف الرابع تقريبا صرت أرسم كرتون، مجلات الكرتون أنقل كتير الكرتون. بعدين اجت عيني على مجال الأزياء وعندد وبهرت فيه، بحس لاقي حالي هناك، لاقي شذا وين تصميم الأزياء، عم أبدع فيه، عم طلع تصاميم غريبة وجديدة. كل البنات بحبوا ألعاب الباربي كتير حلوين، حتى التصاميم هيك بتجذب ألوانها بتجذب طفل صغير. هلا أنا بشوف بس ما بنقول، ما بحب يعني نقل كرتون بس ما نقل تصميم أزياء. تصميم الأزياء كانوا كلهم تصاميم مبتكرة من ذاكرتي. هلا وقت كنت صغيرة صح عطوني التظليل، بس عطوني إياها كمخيلة يعني صبية صغيرة بعمر 11 سنة. إيه بس صح أخذت، بس كنت كل يوم أرسم يعني. هلا مو ضغط مو إجباري، كل ما يجي عبالي استوحي تصميم صير معي تشابك أفكار، يطلع فكرة ولا فكرة فكرة ولا فكرة ولا فكرة. شفت أنستي راسمي أو عجبني رحت قلدتها بالحبر، كلها شخبيط شخبيط. بس كان طاير عقلي في أنه أول مرة أنا رسمت مانيكان، حتى وقت الأنسة شافتها استغربت يعني. كانوا يعطوني هون الشغلات صغار. هلا كنت كل ما أرسم رسمة ورجيها لحدا بيعرف بالرسم، حتى ولو ما كان تصميم أزياء يعطيني نصايح، كل نصيحة تداركها المرة الجاية، وكل رسمة بتفرق عن رسمة. هلا إيه بطلع فيه للتصميم بصير يعجبني كتير يعني كتير كتير. بس ما بنقله، بصير استوحي شي منه مشتاق منه، بس بلا مستوب بصمتي. هلا كل تصميم اولته بحس حالي رضيانة عنه عاجبني، بعد فترة بلاقي حالي بدي صير احسن يعني، ما بيعجبني بدي اتحسن اكتر. هلا شفت كتير طلاب هندسة عمارة بيجمجوا الوان، هي يعني كتير بحب الشغلة، فان شاء الله حابب فوت هندسة عمارة. بدي كمل تصميم ازياء بمعهد خاص وبصيروا مجالين. أنواع وأفكار الرسم متعددة والخامات والألوان كتيرة ومختلفة، لكن الأشخاص بيبقوا بيتنافسوا ليظهروا أعمالهم بطرق بتبهر الجميع لما تشوفها. وشزا الزنبق اختارت عالم الأزياء لتترك بصمتها الخاصة فيه.